الجمعية الصينية لمصنعي السيارات قالت إن مبيعات السيارات في الصين أكبر سوق في العالم انخفضت 0.5% في العام على أساس سنوي في أبريل نيسان مع استمرار تباطؤ الاقتصاد في التأثير على الطلب. السوق العالمية للسيارات الصينية هي أيضا تحت الضغط مع تراجع الصادرات للشهر الرابع على التوالي في أبريل نيسان. جمعية مصنعي السيارات الصينية ذكرت أنه في حين أن عدم الاستقرار يضرب الطلب في أسواق مثل روسيا والعراق، فإن ضعف الين الياباني والون الكوري يساعد المنافسين في أعمالهم.